كرافي لتحضير غلاف ألبوم الجديد. أنا بجرب قد ما فيني اختار القطع يلي بتلبق لي. أكيد بلحق الموضة بس على طريقة صوفيا، ما باخدها كيف ما هي، يعني بعطيك مثل. يعني في بالنسبة لي في اثنين kind of woman. في أول واحدة يلي بتفوت على المحل تاخد يلي لبسته المانكين اللي على الفيترين، وفي واحدة تانية بتفوت وبتجرب نفس الاشياء اللي لبسته المانكين على الفيترين تلبق قصص لإلها، colors لإلها. بالنسبة للستايل تبعي عندي، أنا ما بنوع كثير، عندي اثنين. يعني عندي سبور شيك يعني كل الناس بيتداولوه وبيعرفوه، وعندي الروك غلامور. بالنسبة للألوان أنا كان عندي مشكلة صغير يلي هو إنه كنت قبل تعرف الواحد بيحب القصص الهينة، بهينة على حاله، فوت على محل روح دغري على السكشن تبع الأسود، لأنه الأسود بخبي اللي بفوق، خصوصاً إذا مثلاً متقلي بالليل بالأكل أو حاسة حالك نصحانة شوي أو صار لك جمعة جمعتين مش رايحة على الجيم، فبروح على الأسود. نحن اليوم كيف ما شفت بالفوتو سيشن عم نعمل مجموعة لوكات، ثلاث لوكات رح يشوفهم بعدين المشاهدين على المجلات، من بين إذا بدك الصور تبع الانترفيوز. وأنا اخترت هالثلاث لوكات لأنه اخترتهم هيك هابي، يعني غوز فوشيا أزرق فاتح، لأنه أجواء الصيف وحلو الكالرز، يعني حلوين، يعني بيطلعوا بالحياة العادية حلوين، وعلى الكاميرا بعد بيطلعوا أحلى. بالنسبة للميك اب تبعي أنا شوي متطلبة، يعني شوي متطلبة على الميك اب ارتست تبعي، يعني على طول ضمني جابت له دي ريفيرنس تبع ميك ابس، على طول بيكونوا قد ما فيني تقرب من الميك اب الخفيف، يعني تطلع تشوف كأنه مش حاطة ميك اب. أنا بالنسبة لإلي بلاقي مثلا إنه عيوني شوي صغار، طول بجرب اطلب من الميك اب ارتست تبعي انه يشد لي اياهم شوي لبرا ويكفر لي اياهم، لانه بلاقيهم شوي غلط. علاقتي مع الاكسسوارز بعالم الموضه كثير مهمه. انا بقول لك ليش؟ لانه بالستايل اللي قلت لك قبل شوي تبع روك غلامور بيعتمد اكثر شيء على الاكسسوارز. اكيد الرياضه كثير مهمه للشخص، انا عم مارسها من وقت ما كنت صغيره، يعني 13 14 سنه بلشت اتعود على فكره انه الواحد لازم يعمل رياضه، والرياضه مهمه. هلا كثير مهمه بالنسبه لي. انا بقول لك ليش؟ لانه كثير بحب الاكل، ومع الأسف الكاميرا بتنصح 5 كيلو للشخص، يعني إذا أنا مثلا بلبس تاي 5 أو 6 بتبين 7 أو 8، فمشكلة كثير كبيرة. فكمان هيك بمارس رياضة كل يوم. الجمال ممكن يكون بقطع